تحية طيبة مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم إلى هذه الحلقة من واجه التغيير. من مأساة جسر بزيبز التي أدمت قلوبنا وقطعت أنفاسنا حزنا وألما، إلى عامرية الفلوجة التي جعلتها السلطات الحكومية منفذا للقهر والظلم والمأساة لحجاج أبناء نينوى الذين لازمتهم طيلة فترة مكوثهم المشروط. هذا المكوث المشروط كان بسبب أنهم يريدون زيارة بيت الله العتيق، حيث العدل والإنصاف الذي يتساوى فيه المسلمون بكافة أعراقهم ومللهم وألوانهم وحتى مناصبهم. فلا سطوة لأصحاب المناصب والسلطة والجاه على أحد سوى الخشوع ومرضاة الله الواحد القهار. يوما بعد يوم يجد العراقيون ساستهم غير مكترثين بأمرهم، فالأرض التي تجمعهم أصبحت مجرد قبور تحتضن أجسادهم التي أرخصها ممن يتحدثون باسم الإسلام والدين. حجاج مدينة الرماح الذين يستغيثون بكل من له شفاعة عند الله ورسوله أن يبعث الرحمة في قلوب السياسيين المتحجرة ممن يتحكمون بمصائر رحلتهم إلى بيت الله الحرام، بعد أن أزهقت أرواح ممن أعياهم التعب والجوع والمرض وحسرة التعامل القسري بحجة دعاوى أمنية. لماذا يتعامل أصحاب السلطة والنفوذ بطريقة تجعل أبناء البلد يفرون كرها به؟ لماذا يؤخذ الطيبون ظلما بجريرة السيئين؟ لماذا يتحدث ساستنا عن القتل والإرهاب وهم أصل ما يدعون؟ حول هذا الموضوع يسرني أن أرحب بضيوفي من عمان، نقيب السادة الرفاعية في العراق الشيخ علي آل قمر الرفاعي، ومن بغداد النائب عن محافظة نينوى السيد عبد الرحيم الشمري، وسينضم معي تباعا من اسطنبول الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ عبد الجبار الجبوري. البداية معك شيخ علي، لماذا يتعامل أصحاب السلطة والنفوذ بطريقة تجعل أبناء البلد يفرون منه كرها بسبب السياسات الخاطئة التي يرتكبها بعض الساسة ولا نقول الكل؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية أخي أستاذ إسماعيل، تحياتي لك ولضيوفك ولكافة مشاهدين هذه القناة منبر العراقيين الأحرار. حقيقة أنت تتداول مواضيع طيبة جدا، وللأسف احنا نقول اليوم هؤلاء جايين في أجندة، يطبقون أجندة هم، يعني صعب أنه نوصفهم بالسياسيين، أنه هم موظفين يتبعون أجندة معينة، وهذا سبب اللي تسلقهم على وصولهم الى تسلق على السلطه بهذا يعني الاسباب. نعم. وللاسف اليوم بدنا نلاحظ يعني بس موضوع الحجاج ومواضيع كثيره اليوم للاسف ده قاعد تنطرح، من ضمنها مال حجاج نينوى، والبارح للاسف في 500 شخص عراقيين محجوزين عند الاتراك والنازحين من الانبار ومن صلاح الدين. نعم. كانوا عددهم 900 حسب معلومات اللي وصلتني امبارح. رايح السفير العراقي للاسف ومطلع 250 انهم ذول مكون معين يعني، وجايين نواب اثنين ماخذين مكون معين، وباقيين 500 شخص هم من العرب السنه. يعني كل نائب او كل ممثل عن طائفه معينه او عن كتله معينه او عن حزب معين يروح ياخذ جماعته ويخلي البقيه، يعني نعم. هكذا يتم التعامل مع حجاج بيت الله الحرام بهم بطريقه طائفيه للاسف الشديد. للاسف هذا اللي يصير بالبلد اليوم، والمشروع الطائفي نخر الدولة العراقية، يعني لأنهم ما عندهم غير شيء أنه يصلون به إلى هرم السلطة غير المشروع الطائفي، وجنابك تعرف كل الزين، أنا يعني نتابع يعني كتاباتك وأحداثك. فللأسف اليوم يعني السفير العراقي بتركيا يروح يقولهم سلموهم لهؤلاء للحكومة، مطلوبين نساء وشياب وأطفال وأشكال بيهم، يعني هم نازحين من الموت، يجي ياخذ 250 شخص من المكون معين، ويجوا النواب اثنين من الاخوه التركمان يطلعوا لهم 250 شخص، بقوا 150 شخص تقريبا، وبقوا 500 شخص عالقين في معسكر. يعني هذه ايضا مأساة من ضمن مأساة اهل نينوى حجاج بيت الله الحرام،
اللي ضحوا بأرواحهم للذهاب إلى بيت الله، هذا الطريق التعيس اللي كله مخاطر، ووصلوا إلى جسر بزيبز، هذا الجسر المأساوي اللي ما شفنا منه غير المأساة. قبلها النازحين يطلبون كفالة ليعبرون الجسر، واليوم حجاج بيت الله الحرام يتجحفلون هناك للأسف، وما حد يمنعوهم من الدخول، وصارت حالات وفاة للأسف من نساء كبار بالعمر. يعني شيخ علي، حتى نوصف للمشاهد الكريم، احنا بالإعلام وحتى لما يجونا الضيوف نحاول نقول لهم يا أخوان لما يكون حوار معاكم نتمنى أن يعني ما تحدثون بطائفية. أنت اليوم حقيقة يعني نئيت بنفسك أنه أنت تتحدث عن مسميات. أنا بس أسأل من خلال هذا البرنامج سفيرنا الموجود في إسطنبول، أقول له أنت سفير لكتلة معينة، لو طائفة معينة، لو لملة معينة، لو سفير لكل العراقيين. إذا كان هذا الحديث حقيقة يعني دقيق، أنه السفير العراقي في إسطنبول يذهب يختار ل 250 واحد من طائفة معينة ويبقى الآخرين، يعني هذه الرسالة نوجهها حتى السيد رئيس الوزراء اللي هو يقود اليوم حملة الإصلاح. هكذا يتم التعامل مع أبناء المجتمع، مع أبناء العراق. يعني السفير الفلاني يأخذ من الكتلة الفلانية أو من الحزب الفلاني أو الطائفة الفلانية ويبقى أبناء البلد. يا دولة رئيس الوزراء، أستاذ إسماعيل، هذه جزء من الإصلاح المفروض اليوم تضرب بقوة على هؤلاء الذين يتعاملون بانتقائية مع أبناء الشعب العراقي. أخوي أستاذ إسماعيل، أولا أنا لست طائفيا، تعرف جنابك الكريم، أنت صديق لي وأخوي إن شاء الله، ومن عائلة أنا معروفة في العراق أنه ليس لها علاقة بهذه المواضيع الطائفية، ونحن أصحاب زوايا وتكايا ومضايف، والناس كلها تقصدنا الحمد لله رب العالمين. نعم. لكنه يؤسفني أنه نتكلم بهذه المكونات، هذا شيعي وهذا سني، وهذا يعني أثبتت اليوم أنه إحنا اليوم بالعراق ننقسم إلى ثلاث شعوب يا أخي، هذا الشيء واقع حال صار، شعب كردي وشعب سني وشعب شيعي. نعم. الشعب السني اللي خرج بساحات العز والكرامة وسنة كاملة يطالب بحقوقه ويطالب بإطلاق السجناء ويطالب بحقوق بسيطة اللي هو أي إنسان عايش ببلد يطلبها يعني. نعم. وصار اللي صار، جابوا له داعش واتهموا بالبعث واتهموا بأشياء كثيرة، واليوم نفس الحالة. اليوم يعني أسأل الحكومة والبرلمان الموجود، هل راح تجيبون هم من هؤلاء هم داعش اللي في ساحة التحرير وفي كربلاء وفي المحافظات الجنوبية والفرات الأوسط اللي انتفضوا عليكم، نفسهم اللي انتخبوكم، هؤلاء همنا هتجيبوا لهم داعش؟ يعني للأسف الأشياء محزنة كثير يا أخي، محزنة كثير. وأنا ما هو يا شيخ البارحة يعني حسب معلوماتي أنا كنت ضيف عند شخص مسؤول في الدولة العراقية، نعم، وهو عن يعني عن قرب من موضوع المواطنين العراقيين اللي في تركيا، نعم، وكان على اتصال معهم وأنا كنت جالس عنده يعني. نعم. يا أخي مأساة، ناس محتجزين في ثكنة عسكرية، يجي السفير القنصل يقولهم سلموهم للحكومة العراقية، هم هربانين من الحكومة العراقية ومن ضيم داعش. أنت تريد تجي تسلمهم، ليش طلعت طائفة معينة؟ مو هاي مساوئ يا شيخ علي، هذه مساوئ، هذه مساوئ المجتمع العراقي، من يخلي لك وقف سني ووقف شيعي. نعم. يعني هذه المفردات، يعني أدعوك شيخ علي أن نعم. تبقى معي، ينضم معي عبر الهاتف. نعم. من بغداد النائب عبد الرحيم الشمري، نائب عن محافظة نينوى. مرحبا بك أستاذ عبد الرحيم، يعني باعتبارك أنت نائب عن أهل الموصل، لماذا قبلتم أن على أنفسكم أن تجعلوا أبناء مدينتكم يتعرضون لهذه القسوة وهم في طريقهم إلى بيت الله الحرام، يريدون أن يتضرعوا أمام بيت الله الحرام وبقرب من حبيبه المصطفى، أن يحقن دماء العراقيين، أن يجعل الأخوة والطمأنينة تسود كل أبناء المجتمع العراقي؟ كيف قبلتم يا سيدي على هذا الإجراء؟ حياك الله وحيا ضيفك الكريم. أنا قبل أن أتكلم بهذا الموضوع ودي أن أعرج على مسألة النازحين اللي تكلم عليهم الشيخ. نعم. اللي هم موجودين بتركيا، وأوضح للمشاهدين الكرام ما حصل. تفضل. قبل أن أرجع، النازحين بتركيا هم كانوا في معسكر في منطقة أنطاكيا، الحكومة التركية نقلتهم بالسيارات واعتذروا ليس لديهم يعني
أستاذ عبد الرحيم، يبدو يعني الشبكة غير يعني واضحة يمك، يعني أتمنى أن تجد مكان فيه شبكة يعني حتى نوصل صوتك للمشاهد الكريم. إذا تسمعني تفضل أكمل حديثك، وإذا انقطع الخط سنعاود الاتصال بك مرة أخرى. يبدو أننا فقدنا الاتصال بالنائب عبد الرحيم الشمري، ونتمنى أن نعاود الاتصال به. الأخوة يعني في الغرفة يعني اتصالات، أرجو معاودة الاتصال بالنائب لكي يتم يعني الحديث عن هذا الموضوع المؤلم ونضع حقيقة. عاد إلينا سيد عبد الرحيم، تفضل سيدي. نعم حياك الله. بخصوص الجماعة التركية، نقلوهم الأتراك بطيارتين ووصلوا إلى بغداد، بقى عدد 445 شخص في نفس المعسكر، يعني ماكو أجور لنقلهم. حاولنا نحن مجموعة من نواب نينوى أن نحصل لهم فلوس من الحكومة العراقية، لم نستطيع. توجهنا إلى الوقفة السنية، استطعنا أن نحصل هذا المبلغ من تكاليف الطيارات الوقفة السنية الذي تقريبا هو 200 دولار. يعني أستاذ عبد الرحيم، يبدو أنه الشبكة غير يعني واضحة. أتمنى أن تعاود أو يعاود الأخوة في الاتصال وأخذ رقم آخر. يعني يبدو هاي الشبكة شبكة زين وشبكة آسيا وشبكة كورك، اختارونا واحدة من الشبكات يكون الصوت بها واضح، وعاودونا اتصال بالنائب عبد الرحيم، لأن يعني الموضوع جدا مهم. أعاود مرة أخرى إلى ضيفي عبر الأقمار الصناعية شيخ علي. شيخ علي، يعني للأسف الشديد لم نحصل على يعني إجابة كاملة للنائب عبد الرحيم الشمري بسبب رداءة الصوت. هذه القسوة التي يتم التعامل بها من قبل، يعني في أطراف الحديث تحدث يقول إحنا طلبنا من الحكومة العراقية أن تأمننا مبلغ حتى نساعد هؤلاء، يعني ذولا مو أبناءنا، ذولا هذولا من غير كوكب. لا حول ولا قوة. الحكومة يعني ما أعرف أني والله، يعني طلبوا من الوقف السني انه تساعدهم، يعني طلبوا من ميسورين الحال ان يساعدوهم حتى احنا الغريب يرحمنا وابن البلد يمزقنا. هاي مشكلتنا اليوم يعني حقيقه. اليوم اخويا الشيخ عبد الرحيم الشمري كلامه يؤلمني جدا، يعني اذا كان يعني ما علاقه الوقف السني بنقل مهجرين بتركيا، ما علاقتهم؟ وين دور الوزاره الخارجيه؟ وين دور القنصلية؟ وين دور السفارة؟ أين دورهم هؤلاء؟ يعني إحنا اليوم هم هربانين من العراق، نجيب لهم تكتات طيار عمود من الوقف السني درجعهم للعراق؟ يعني هذا كلام مو منطقي. وأتمنى يعني سيادة النائب أنه ما يطرح هذا الطرح أفضل، لأنه هذا كلام مخزي حقيقة. يعني للأسف أنه يحزنني أنه تكلم هذا الكلام أخوي الشيخ عبد الرحيم. هو ما أكمل حقيقة، ما أكمل الجملة مالته بسبب رداءة الصوت. لا يعني مو أنا الموضوع على قرب من حقيقة. أنا بحكنت عندي أخوي الشيخ الدكتور عبد اللطيف الهميم. إيش قال لك شيخ عبد اللطيف الهميم رئيس الوقف السني؟ إيش قال لك على معاناة الحجاج؟ يعني والله اللي افتهمته بحك أن هذا موضوعنا، يعني صراحة اللي افتهمته أن هناك 500 مقعد من أهل الموصل مسروقة مبيوعة، يعني متهم بها العطية ومتهم بها كمال العيساوي. ما يعني شنو 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 مقعد؟ يعني ايش تقصد مقعد؟ يعني اختفوا مقاعد الحج، انباعوا اخي. يعني لك هذه العبارة انه انباع خلص. انه هذا رئيس الوقف السني شنو رأيه بهذا الموضوع؟ شنو رأيه بهذا الموضوع؟ رأي طلع اخي محزن. قال يعني مقاعد اللي نحصلها لابنائنا. شيخ يعني أتمنى عليك أن تبقى معي. عاود الأخ النائب عبد الرحيم الشمري، ضعنا في صورة الحديث الذي كنت تريد أن توصله للمشاهد الكريم. سيد عبد الرحيم، هذه مأساتنا إحنا، مشكلتنا إحنا، حرق دمنا ونريد نحصل حتى يبرر الموقف. أعود إليك شيخ علي، وتحملني أنا أنتقل بينك وبين النائب. البارحة بلقائك مع رئيس الوقف السني، نعم، حكيت على موضوع المقاعد ده تنباع، وخالد العطية رئيس هيئة الحاج. لا احنا عم نكون يعني دقيقين استاذ اسماعيل. نعم يعني دكتور عبد اللطيف الهميم قال انه 500 مقعد اختفوا. اختفوا؟ اي تبخروا. تبخروا؟ اي نعم. يعني شلون تبخر؟
شلون تبخره؟ يعني هو أكيد هو هناك خلينا نحكيها بصريح العبارة، هو مو ممثل السنة. لا هو يقول أنه في الوقف السني هو مو رئيس الوقف السني. شلون تبخره؟ مو هاي حصتهم هاي. انسرقت أخي الكريم. من سرقها؟ من سرقها؟ أكيد المسؤولين عن هذا الأمر هم خالد العطية والثاني كمال العيساوي، هو كان لهم دور كبير بهذا الموضوع، لهم دور كبير. يعني دور كبير. أخذوا المقاعد 500 باعوهم، باعوا المقاعد حتى يعني يتاجرون بالروح البيت الله سبحانه وتعالى. يعني ما أعرف أنا والله يعني كيف يقبلون على أنفسهم وعلى أبنائهم وعوائلهم أنه يحطون ببطونهم مال سحت حرام. أخي أستاذ إسماعيل، إحنا اليوم للأسف نعيش داخل مؤسسة يعني الفساد آكلها أكل. يعني أنت موضوع الحجاج من صفحة، موضوع طيب. النازحين من صفحة، هناك فساد، هناك علي. مبلغ 500 مليار دينار عراقي المنحة للنازحين، أين ذهبت هذه؟ خلي هذا نتحدث عنها بتفصيل. يعني أتمنى عليك أن تتحملني عاد مرة أخرى، وأتمنى أكون العودة أحمدية بصوت يعني واضح للمشاهد الكريم. سيد عبد الرحيم، أتمنى أن تكون الشبكة يعني ملائمة يمك وواضحة حتى توضح للمشاهد الكريم حيثيات هذا الموضوع، لأن يقول لك ده تنباع المقاعد مال الحجاج، هيئة الحج لها حصة بها، الأخ العيساوي لها حصة بها. تفضل سيد عبد الرحيم. ألو سيد عبد الرحيم، تسمعني سيد عبد الرحيم؟ ما يسمعنا. أكمل شيخ علي. ظهر اليوم ضيوفك ما موجودين، بس أنا حكون موجود. أي. عموما أخي أستاذ إسماعيل، اليوم الفساد نخر الدولة نخر، هذا الشيء معروف. وأحيي من هذا المنبر مالكم المبارك إخواننا العراقيين اللي في ساحة التحرير وفي كربلاء وفي كافة المحافظات العراقية المنتفضة ضد الفساد. وأنصح أخوي يعني دولة رئيس الوزراء، يعني ماذا ينتظر اليوم السيد العبادي؟ ماذا ينتظر؟ ماذا ينتظر اليوم؟ التخويل أخذه من الشارع العراقي بالإصلاح. وأني أنصح نصيحة أنه خلال يعني اليوم أعطوه مجال أسبوعين، هذه الجمعة والجمعة المقبلة، أتمنى من السيد العبادي أن يقدم مشروعه لمدة شهر أقلها، أنه أني لمدة شهر لح أعمل كذا 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 إصلاحات، إذا ما عملها استقيل يا أخي. أنت اليوم إذا ما قادر، ليش بعدين الأشياء تنقلب ضدك يا سيد العبادي؟ شيخ علي، نعم، أنت فتحت حقيقة الجرح. نعم، عندما تحدثت أنه أكو 500 مقعد تم التعامل بها بطريقة يعني انتقائية وبطريقة شخصية ومادية. نعم. حديثك مع رئيس الوقف السني عن نعم. هذا الموضوع، هو قلت هو اللي أثار هذا الموضوع، شنو يعني إجراءاته عندما خلى إيده، خلينا نقول على قضية معينة، شنو إجراءاته؟ يعني اتصل برئيس هيئة الحاج، اتصل بسيد رئيس الوزراء، اتصل بأشخاص آخرين؟ يعني حسب كلام البارحة اللي تناولناه، نعم، أنهم اتصلوا عدة مرات بالسيد العبادي، والسيد العبادي رجل ناطي الموافقات كاملة يعني. أي. وكان عندهم تحفظ من ناحيات أمنية، قال أي أحد عندكم هاي الأسماء موجودة، وأي أحد إذا في عليه تحفظ أمنه بلغونا، عمود نمنعه من السفر إلى الحج يعني. فعدة مرات مع التنسيق مع العمليات اللي مسؤولة على منطقة الأنبار، نعم، يقول يعني أنه أشوف في ممانعات من أخ كمال العيساوي، وهناك 500 مقعد مختفيات من الأخ العطية يعني. ناطينهم يمكن 250 شخص مدخليهم من خلال هذا الممر. وليش المأساوي يعني أنت تحدثت وياه، أكيد تحدثت بإسهاب، ليش هاي الطريقة المذلة، الطريقة المهينة
ان يجيبون ابناء محافظه نينوى يجيبوهم على صلاح الدين كركوك، من كركوك صلاح الدين، ومن صلاح الدين اسمه جزيره الرمادي، وبعدين عامريه الفلوجه، وهذا كل هذا اللف والدوران لو العراقي يعني مكانه واحترام لدى ساسه العراق ما كان حولوهم الى 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 ناس يتحملون حراره الصيف وهذا والعطش. يعني بس أريد أقول لهم من هذا المنبر حوبة إنعام الحاجة إنعام الدباغ اللي يعني لفظت أنفاسها وهي تروح تأدي مناسك الحج في بيت الله العتيق، إيش راح تقول؟ إيش راح يقولون عليها الناس؟ إيش راح يقولون الناس عليكم؟ أنتوا زهقتوا روح بريئة جاء كل هالطريق هذا معاناة حتى تلفظ أنفاسها في عامرية الفلوجة وتي تتوجه إلى بيت الله سبحانه وتعالى. بس أريد من تخلون رؤسكم على الوسادة بالليل تنامون أنتوا قريري العين؟ يعني أكيد أخي أستاذ إسماعيل، أول شيء بداية أعزي أهلها الأخوة نعام رحمه الله وتقبل الله عنها، وإن شاء الله الله يكتب لها حجة عنده إن الله سبحانه وتعالى كريم بالعباد. وأدعو الإخوان اللي انظلموا بهذا الأمر أنهم يتجمعون في يوم عرفة، يتجمعون في يوم عرفة مثل ما تجمعوا صحابة رسول الله تحت الشجرة وبايعوا سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم وظلوا يلبون الله سبحانه وتعالى، يتجمعون ويلبون الله سبحانه وتعالى ويدعون على هؤلاء من ظلمهم، يدعون عليهم أن الله سبحانه وتعالى ينتقم منهم. بئس الانتقام، منهم من عوائلهم، لأنه اللي يستعد يوكل أولاده مال حرام مال حجاج بيت الله الحرام، يعني كارثة هذه أستاذ إسماعيل. شيخ علي يعني هاي وصلت مواصيل بينا إلى 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 أشياء يعني إذا كانت الحكومة تريد أن تبرر هذا الإجراء بذريعة يعني إجراءات أمنية، وشنو ذنب أهلينا واللي اليوم هم محافظتهم خارج سلطة الحكومة؟ يعني ليش يدفعون أبنائها فاتورة من تسببوا في تسليمها إلى تنظيم الدولة الإسلامية داعش؟ ليش يعني أخي الكريم أستاذ إسماعيل، إن كان عنده تحفظ أمني اليوم فهي أكو غير مسألة أنه تفتيش في الدخول والخروج، يعني أكو غير هذا المسألة؟ نعم. واللي رايحين اعمارهم بالستينات وسبعينات وفد قرارات اللي من عمره 45 سنه ما يروح، يعني فد قرارات ما اعرف من وين يجيبوها صراحه. انت اخوي عندك مساله امنيه، عندك مشكله امنيه ويا اشخاص معينين، عندك الاسماء موجوده المطلوبين امنيا، هذول كل مطلوبين. نعم. مو 2000 1700 ما اعرف ايش قد. طيب. عدد تظلمهم من ذهاب الى بيت الحرم وتجيبهم بطريق كله موت وقتل وميليشيات وحزب الله يوقفوهم والميليشيات توقفهم، يعني هذا تصرف بائس. شيخ علي يعني دعني انتقل الى يعني وجهة نظر اخرى. من اسطنبول ينضم معي عبر الهاتف الكاتب والمحلل السياسي الاستاذ عبد الجبار الجبوري. مرحبا بك يا استاذ عبد الجبار. نتحدث اليوم عن مأساة، احنا يومية عندنا مأساة في الشارع العراقي. تحدثنا قلنا من مأساة بزيبز، اليوم مأساة عامرية الفلوجة، الحجاج حجاج بيت الله اللي هم أصلهم من محافظة نينوى اللي ذنبهم أنهم ينتمون إلى هذه المحافظة، جرت طريقة إذلالهم بطريقة أنا ما أخاف أقول طريقة مقصودة، يقول لك هذا الإعلام التغيير ده يتهجم على 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 السياسة السلطة أو سياسة الحكومة. لا والله، بس أريد أقول أني شنو مبررات هذا التعامل المزدوج؟ يعني ليش هناك سطوة وظلم للعباد، وليش أكو فساد ونهب وامتيازات للمسؤولين؟ دكتور أستاذ عبد الجبار الحديث لك. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، أحييك وأحيي ضيوفك الكرام في برنامج واجهة التغيير. المأساة التي واجه بها حجاج بيت الله الحرام من محافظة نينوى حقيقة هي مخجلة وتثير الكثير من الشجون للشارع العراقي بشكل مخجل تماما لما تعرض له الحجاج الكبار السن والمرضى والذين أدوا يعني واجبا اجتماعيا ودينيا في هذا المكان الذي تم حجزهم فيه، وكأنه حجز احترازي أو حجز سكن كما يسمى في العرف العسكري. إلا أن هذا الأمر أصبح معروفا لدى الشارع العراقي أن من يقف وراء هذا الإذلال لحجاج بيت الله الحرام في محافظة نينوى هو قرار سياسي وطائفي.
هذا هكذا أرى الأمر، وهكذا يفهم من وراء بقاء الحجاج لفترة طويلة جدا دون البت في أمر ترحيلهم وتسفيرهم إلى بيت الله الحرام. نعم، يعني اليوم السيد رئيس الوزراء السيد العبادي يقود حملة إصلاحات، جزء من هذه الإصلاحات يجب أن ينصب على موضوع استخدام السلطة والنفوذ يعني بدوافع شخصية، بدواعي انتقامية، ما أعرف أني، بس ليش ليش يكون هناك ناس ما زالوا متنفذين وإحنا بالطرف الآخر أكو حملة إصلاحات يقودها؟ اليوم أنت ماذا تريد أن توصل رسالتك إلى سيد رئيس الوزراء اللي يقود حملة الإصلاحات، واللي دا نعرف أن الضغوطات كثيرة عليه، بس يعني جملة هذه الأمور أكو أمور أخرى مثلا غير الحجاج، أكو ناس تنتظر رأس الشهر يجي حتى تأخذ راتبها، صار لهم أشهر ما دا يأخذون رواتب هم بدواعي أنه هم ينتمون لمحافظات فيها إرهاب، يعني هم شنو ذنبهم؟ الإصلاحات التي قام بها السيد رئيس الوزراء هي إصلاحات كما عبرت عنها كل الصحافة والإعلام والتواصل الاجتماعي، إصلاحات ورقية وحبر على ورق. إذن هذه الإصلاحات لا تلبي طموحات المواطن، هذه الإصلاحات هي إصلاحات وقتية وترقيع للعملية السياسية التي تعاني من فساد كبير جدا. رئيس الوزراء لم يستطيع أن يواجه المفسدين الكبار ورؤوس الفساد في الحكومة التي تعاني من سرطان في الفساد في كل مفاصل الدولة، هو لم يستطيع أن يواجه ويصلح القضاء الذي يعاني من فساد كبير جدا، وحتى المرجعية التي وجهت بإصلاح القضاء أيضا لم يستطيع أن يستفيد من هذا الأمر وهذه الفتوى في إصلاح القضاء. إذن هناك رموز كبيرة لا يستطيع الوصول لها ولا يستطيع مواجهتها في إصلاح ما يمكن إصلاحه لحكومته التي قاب قوسين أو أدنى من الفشل الذريع والانهيار الكامل. إذن هو استطاع أن يلبي طموحات المواطنين الذين ينتظرون إصلاحات ترقيعية وتكشفية في مفاصل الدولة، وهذه الإصلاحات هي حقيقة لا تلبي أي مطلب من مطالب المتظاهرين الذين أرادوا أن يكون الإصلاح على صعيد جذري كامل، إلغاء العملية السياسية، إلغاء الدستور أو تجميد الدستور، إلغاء البرلمان. كل هذه التفاصيل هي ضرورية لإعادة سلطة الدولة وإعادة هيبة الدولة. هذه الإصلاحات لا يمكن أن تتم يعني أستاذ عبد الجبار بها السيد حيدر العبادي. نقول عبد الجبار في هذا المنبر أن هناك إجحاف كبير جدا في قضية هذه الإصلاحات، وهي أن الحكومة قد قطعت رواتب المحافظات الثلاثة، وهذا تجويع كامل وإبادة في شريحة كبيرة جدا للمواطنين في محافظة نينوى ومحافظة صلاح الدين والأنبار. قطع رواتب المعلمين والمدرسين وحتى النازحين منهم الذين هاجروا ونزحوا وهربوا من بطش داعش، اليوم يتلقون هذه الإصلاحات بقطع رواتبهم. إذن نحن أمام يعني حالة فريدة لا يمكن أن السكوت عليها، وهي كيف تتعامل الحكومة، حكومة حيدر العبادي، بالزواجية مع هذه المحافظات التي تعاني من بطش داعش في كل هذه المحافظات. ماذا تسمي هذا؟ هل نسمي هذا إصلاحات؟ بالتأكيد هذه ليست إصلاحات، وإنما هذه حرب إبادة شعبية وطائفية على مكون معين واضح. الحجاج مثلا، النازحين الذين اعتقلتهم القوات التركية أو قطع رواتب هذه المحافظات بحجة الادخار والانتماء لداعش، إذن كل هذا هو مقصود ومنظم من قبل حكومة حيدر العبادي. نعم، أدعوك أستاذ عبد الجبار، أدعوك أن تبقى معي، أنتقل إلى ضيفي عبر الأقمار الصناعية شيخ علي. يعني سمعت وجهة نظر الأستاذ عبد الجبار الجبوري، يعني تحدث هو حقيقة بوجهة نظر. نعم. قال إنه هذه هي الإصلاحات ترقيعية. لو أخذنا يعني هذا خلينا نقول الرأي على محمل من الجد، أكو هناك موضوع آخر حساس جدا. نعم. اليوم إحنا نتعامل به، وللأسف الشديد يجب أن يتم يعني الوقوف عليه بعمق. هو في جذور عمل المسؤول
والعقلية اللي يدير بها خلينا نقول الوزارة أو يدير بها خلينا نقول المؤسسة الفلانية أو المنصب، وخصوصا موضوع الولاء. يعني أنت تعرف حضرتك والمشاهد الكريم وسائل التواصل الاجتماعي واليوتيوب نشروا يعني فيديو مؤخرا عن هادي العامري اللي هو يقود الحشد الشعبي. يعني هذا يعود إلى تقريبا قبل 35 سنة بحربنا الثمان سنوات مع إيران. هذا الرجل كان يقاتل مع إيران ضد أبناء بلده، واليوم هو كان يتبوى منصب وزاري واليوم هو يقود الحشد. يعني احنا مو كل اليوم نذب على رئيس الوزراء حيدر العبادي. هذه التحديات اللي تواجهها، احنا نعرف هناك طلاسم كثيرة في موضوع وجود يعني قيادات إيرانية ومستشارين إيرانيين، ونعرف تفاصيل الاجتماع اللي دار ما بين سيد العبادي وما بين رئيس الوزراء السابق المالكي وما بين قاسم سليماني، وكيف دار الحديث. يعني حتى نصف السيد حيدر العبادي انه ضغوطات كثيرة عليه، يعني هو شي يسوي يد واحدة ما صفق يا سيد. أخي الكريم، هذا ليس مبررا طبعا أنه يعني هناك الطلاسم. اليوم الأشياء أصبحت واضحة، ما بدها طلاسم ولا بدها رموز وأشياء أخرى. نعم. اليوم السيد العبادي شعب الشارع العراقي كله وياه. نعم. ماذا ينتظر؟ يطلبون حل البرلمان، أقيل البرلمان وأقيل مدحت المحمود وأنهي الوضع خلاص. ماذا ينتظر أخي؟ اليوم عامل الوقت جدا ضيق والأيام المقبلة ليست بصالحه. يعني ماذا إذا بعد الجمعة الجاية إذا عنوا المظاهرين اعتصامات، شنو اللي حيصير؟ نعم، شنو اللي حيصير؟ هو يعني هل اليوم الأجهزة الأمنية اللي حتقمع المعتصمين إذا أرادوا يعتصمون؟ نعم. وشير لنقمعهم من بغداد الى البصرة؟ يعني مشكلة يا اخي، عامل الوقت جدا ضيق والاصلاحات هي ولادة خدج، يعني قيصرية ولادة خدج، ما من يعني ماكو شيء ملموس بها حقيقة. يعني انت تذب اللوم على السلطة التنفيذية لو على السلطة التشريعية؟ اخي اليوم السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية ناخرها الفساد. ناخرها الفساد. نعم. اليوم زمام الأمور بيد السيد العبادي. طيب. الشارع العراقي طلع وياه، وأنا منبركم هذا مستعد أنزل من زاخو إلى البصرة أسوي له مؤتمر عشائري كامل، يعطي شرعية كاملة تخويل من شيوخ العشائر إخواني بمؤتمر في بغداد نعلنه تضامنا مع ساحات الاعتصام ويا شيوخ العشائر، نقول له امشي وإحنا وياك يا أخوي. نعم. يعني شو اللي ينتظروا؟ نعم. اليوم عامل الوقت جدا ضيق والناس ما راح ترجع لبيوتها. يعني قبل قالوا على تظاهرات المحافظات السنية فقاعة، والفقاعة صارت داعش، جابوا لهم داعش ومعروف ايش، وصارت هاي المشاكل اليوم اللي راحت من عندنا ثلاث محافظات. يعني اليوم بس الانبار ثلث العراق اخي، نص العراق ضاع، ثلاث محافظات. طيب، يعني أعود إلى ضيفي عبر الهاتف من إسطنبول. يعني أستاذ عبد الجبار، أنا سألت السؤال إلى الشيخ علي، قلت له هنا أكو موضوع كلش مهم وحساس اللي هو موضوع عمل أصحاب المناصب والنفوذ اليوم في الحكومة العراقية. يعني العقلية اللي يديرون بها خلينا نقول الوزارة أو المنصب، يعني حقيقة تبعث يعني الشك والريبة، وحتى هناك من يقول انه من الجرم ان هؤلاء يكونوا في مناصب وتطلب الحكومة من عندهم ان يؤدوا دورهم وهم ولاهم للخارج. يعني تحدثت عن موضوع الرئيس الحشد او بعض طيارات الحشد هذا العامري، سربت اليوم مواقع التواصل الاجتماعي وعلى اليوتيوب يعني فيديو بحربنا ويا إيران، كيف هو كان يقود يعني أحد خلينا نقول الفصائل أو السرايا ويقاتل أبناء بلده، واليوم هو يعني يتبوأ منصب في هذه في هذا البلد. يعني هذا الولاء، يعني هو يقول أنا الإمام شي يقول أنا أنفذ. نعم. نعم. نعم.
أخي العزيز، هؤلاء ليسوا سياسيين وليسوا قادة بلد وليسوا رجال دولة، هم رجال سلطة يبحثون عن الجاه ويبحثون عن المال ويبحثون عن الاستثمارات وكل هذه الأعمال التي شاهدناها منذ بدء الاحتلال ولحد الآن يقوم بها السياسيون والأحزاب، وشاهدنا الفضائح الكبيرة التي أزكمت أنوف العراقيين، وعرفوا كيف تدار الحكومة والسلطة من قبل هؤلاء الشرذمة التي تتسلط على مفاصل الدولة الحساسة من النفط وإلى التجارة وإلى غيرهم، وخرجت علينا أسماء كبيرة جدا من الوزراء والوكلاء الوزارات، أحيلوا إلى الفساد وظهرت أسماءهم في اليوتيوب والسرقات النهب. إذن هؤلاء الذين عانيتهم هم ليسوا رجال دولة وليسوا حكام سلطة، هم ناس جاءوا لكي ينهبوا البلد ويذهبون إلى الخارج، بدليل أنهم لم يسقطوا الجنسية التي ينتمون لها. هذا أولا. ثم أن هذا العامري الذي وصفته اليوم برئيس منظمة بدر كان يقاتل مع الخميني والجيش العراقي، ويسمي العراقيين الذين يدافعون عن العراق بالعدو. إذن هذا الرجل ولاءه بملء الفم قالها أن ما يريده الخميني سأنفذه. فكيف نطمئن نحن العراقيين جميعا شيعة وسنة وكردا وتركمانا ومسيحيين إلى رجل ولاؤه المطلق للخميني أن يدير البلد، وأن نأمن لأعماله وأن نأمن له وأن نطيع ونولي اهتماما به وبحزبه وبمنظمته؟ كيف نأمن لها؟ هذه المنظمة التي قتلت العلماء، هذه المنظمة التي يرأسها هذا العامري قتلت آلاف العلماء، قتلت آلاف الرموز الوطنية من ضباط وعسكريين وطيارين وأطباء وشخصيات البلد. إذن هذا الرجل هو ومنظمته وفيلق القدس كانت فيلق بدر كانت تقاتل الجيش العراقي وقتلت آلاف العراقيين من الجنود الذين كانوا يدافعون عن شرف العراقيات في حرب الثماني سنوات. سيد عبد الجبار، لا نأمن لهذا الرجل، وهذا الرجل ولاؤه كاملا إلى الخامنئي الآن ويدير الحشد، وما يحصل في بغداد من دمار ومن قتل ومن تفجيرات ومن اغتيالات كلها تقع على المسؤولية هذه الأحزاب التي تنتمي إلى الخامنئي وتأتمر بأوامره. وشاهدنا قاسم سليماني كيف يدير العمليات في الأنبار والفلوجة وفي أمرلي وكأنه القائد العام للقوات المسلحة. طيب يا سيدي الكريم، من يمسك الملف الأمني هو قاسم سليماني. من هو الحاكم الفعلي؟ قاسم سليماني. وهذا العامري هو النائب الثاني بعد قاسم سليماني في إدارة البلد، الإدارة الأمنية والإدارة العسكرية. لا يوجد. طيب أستاذ عبد الجبار، أستاذ عبد الجبار أنت تحدثت وأنا سبقتك بالحديث، قلت أنه إحنا قدرنا العراقيين، عدنا جار يعني، وهذا الجار نقول عليه جار سوء، جار غير يعني، ما أريد أقول أنا غير أكثر من هذا الحديث يعني واضحة. 8 سنوات إحنا حرب ويا إيران، والمفارقة والمحزنة المبكية نسميها الغريبة أنه سياستنا اليوم فقط يعني عندهم بس موضوع السياسي، إذا زار إيران يقولون هذا يدور مصلحة البلد ويريد يقيم علاقات طيبة مع إيران البلد الجارة، أي ما عندنا أشكال، أي سياسي يروح يزور إيران ويقيم علاقة حسن جوار وعدم تدخل في شؤون الغير وخدمة مصلحة البلدين، والله نقول له أنت خوش على رؤوسنا أنت. بس ليش المفارقة لما يروح مسؤول إلى قطر أو إلى السعودية يقولون عليه هذا خائن، وأنه هذا يعني يروح إلى دول هي اللي تفتي الإرهاب في العراق؟ شو إيش هالإزدواجية هذا؟ يعني هذه الإزدواجية التي شاهدناها في مؤتمر الدوحة التي أرعبت
حكام طهران وأرعبة الأحزاب التي تدير العملية السياسية، وكأنما الذي ذهب إلى الدوحة هو مجرم وقاتل وهو خائن خيانة عظمى، وقد وصف الكثير منهم بالخيانة العظمى، وفي مقدمتهم رئيس مجلس النواب الذي جمع نوري المالكي الأصوات لإقالته في مجلس النواب، إلا أنه في اللحظة الأخيرة عندما انكشفت وانفضحت كتلته دولة القانون بأن من كان في مؤتمر الدوحة هو طارق نجم وكاظم الركابي القياديان في حزب الدعوة، عندها سحب مسألة إقالة رئيس مجلس النواب سليم الجبوري. نعم. وهذا هذه الازدواجية معروفة لدى الأحزاب، كل من يعارض التدخل الإيراني، كل من يعارض الأحزاب الإيرانية هو ضد ولي الفقيه، وهو خائن، وهو بعثي، وهو قطري، وهو وهابي، وهو داعشي، وكل الصفات التي تنطبق عليه هم يطلقونها على هذا الشخص وهذا المكون وهذا الحزب الذي يرفض التواجد الإيراني في العراق ويرفض الميليشيات الإيرانية في العراق. إذن هذه الازدواجية واضحة في السياسة الإيرانية التي نصبت هذه الأحزاب على رقاب العراقيين، ونلاحظ اليوم في المظاهرات الكبيرة التي عمت كل العراق وانطلقت أصوات العراقيين كاملة ومدوية أن في هتافاتها إيران برا برا بغداد تبقى حرة، إيران برا برا كربلاء تبقى حرة. هذا الذي أرعبهم في هذا الصوت العراقي الواضح النقي الصافي من أهلنا في جنوب العراق الذين يرفضون التواجد الإيراني ويرفضون التدخل الإيراني ويرفضون الأحزاب الإيرانية التي نصبتها في العراق. ولاحظنا وسمعنا الكثير من الهتافات التي فضحت العمائم الفاسدة التي تدير العملية السياسية في العراق. نعم، أدعوك بالبقاء، أنتقل إلى ضيفي يعني الشيخ علي بأقل من دقيقة. إصلاحات السيد العبادي هل تجدها أنها ستكون يعني قابلة لتغيير الوضع في العراق، أم أنها مجرد يعني ترقيع لأنه الرجال وجد يعني أرض غير صالحة أن يقف عليها بسبب أنت تعرف كثير من الأجندات الخارجية، كثير من التحديات الداخلية؟ هل يكمن إذا أصلحنا القضاء السيد العبادي إحنا نقول الحمد لله وشكر؟ هل أنت مع إصلاح القضاء قبل كل شيء؟ يعني أنا هي المواجع كثيرة يا أستاذ اسماعيل. بالبداية طبعا مسألة قطر أردت أتطرق إلها بلا زحمة بعجالة. أولا في قطر ما كان مؤتمر، هناك مبادرة قطرية جزاهم الله خير. تعالوا يا متخاصمين، تعالوا تعلكم حقوق، شنو تريدون؟ جابوا ممثل من الأمم المتحدة وقعدوا يا جماعة الإخوان اللي راحوا يمثلون أهل السنة. هذا اللي صار. أما باقي الأحزاب واللي يستلم حكومة العراق يطير مباشرة وراح يأخذ مباركة من إيران. طيب هذا يختلف الكلام يعني. اتمنى انه ننصف الاشياء ونعطيها حقها. اما بالنسبه للاصلاحات مثل ما قال اخويا ضيفك الترقيعيه هذه ما لها قيمه يعني للاسف. واني انصح اخويا يعني دوله رئيس الوزراء بالعجله لانه الوقت ضيق، وهذه الاصلاحات يعني الشعب العراقي بعد ما يضحك عليه نهائيا. الشعب حر تموز اللي وصلت 68 بالدرجة الحرارة 68 وعاو صحا زين. عرف انه هؤلاء جايين سراق حرامية دي يسرقون البلد وينهزمون. مضحك اليوم مستشار بالمالية مبعث من قبل رئاسة الوزراء يروح الى بريطانيا يدور قرضة 200 مليون دولار. هيك يوصل العراق؟ هذا مستوى الخيرات البلد النهبت، روح ناخذنا 200 مليون دولار يستجدوها من بريطانيا؟ يعني شيء مأساوي يا أخي. السيد العبادي ننصحه نصيحة من عد احنا كسادة وشيوخ للقبائل. احنا مستعدين إذا ما كفتك صيحات المتظاهرين في ساحات التحرير وفي كربلاء وفي الديوانية وفي البصرة، نحن مستعدون كشيوخ عشائر خارج وداخل كلنا ننجمع على المصنف القديم أليف وباء وجيم. ماشي، ونحصل لك تخويل كامل من كافة مشايخ العشائر أليف وباء وجيم. ونكون إيدك اللي تضرب عصاك اللي تضرب بيها. أما هذا 120 واحد حلتهم على التقاعد، وينهم؟ شنو نسوي؟
طيب غير تعلمهم على القضاء إذن على الفساد، ولو القضاء هو فاسد اليوم للأسف. يعني ناس اليوم أطلق سراحهم قبل 4 سنوات، نعم، مدانين، أو إحنا حدثنا عن القضاء وما حد يطلق سراحهم، يجب أن يتم نايمين. من القضاء. شكرا لضيفي الشيخ علي القمر الرفاعي، وشكرا لضيفي الذي شاركني من اسطنبول الدكتور أو الأستاذ عبد الجبار الشمري، وضيفي الذي لم يسعفنا الحظ أن نكمل معه النائب عبد الرحيم الشمري عن محافظة نينوى. شكرا لكم أنتم مشاهدين الكرام على طيب المتابعة. هذه تحياتي، أنا محدثكم إسماعيل الجنابي، دمتم في أمان الله.